طيب في فيديو قبيل الرسم ما ظهر معنا، هنشوف الرسم هنا في الفيديو ده. طيب مثلا لو عندنا نيو سكريبت هنا، طبعا البرنامج بتكتبه بنفس طريقة الجبيل، لكن انا عندي جاهز هنا بس ده اعمل له بيست البرنامج، نعمل له سيف كنترول اس. انا هسيفه باسم، سميه ايش يسميه، ابو بكري مثلا، سميت البرنامج بتاعي اللي هو بيجي اسمه شنو، ابو بكر يا هذا. طيب بيجي في الكمان هنا بستدعيه باسمه عديد، ابو بكر ده اسم البرنامج. لو هنا عندنا شنو خط متقطع، هنا خط متقطع معاه العلامة دي واللون شنو بتاع المنحنى بعدين في الرسم حقين احمر، لانه عاملين ار ريد. ريح انتر، نشوف الرسم بتاعنا. طيب هنا ده الرسم بتاعنا اهو، اللي هو خط متقطع والعلامة التانية اللي عملناها دي زائد اللون شنو بتاع المنحنى أحمر. هنا التسمية بتاعة التايتل بتاع الرسمة، وده هنا اللي عملنا كبير واي ليبل لمحور واي اللي هم مسمينه هنا واي اكسس، هنا ده الاكس ليبل لمحور اكس ومسمينه شنو اكس اكسس. طيب نيجي نغير الخط تاني هنا، طيب نبقيه خط أخضر جرين، وتكون شنو اصفار بدون خط. طيب نسيب التغييرات كنترول اس، مين نستدعي البرنامج بنفس الاسم ابو بكر، او ممكن نستدعي بالماتشر. مين نشوف الرسم بتاعنا يتغير ولا لا. طيب مين نلقاه شنو بقى لون اخضر، ده المنحنى حقنا اخضر وبشنو بنجوم ستار وهكذا. من عندك تولز، عندك حاجات حسي لو دار تعمله مثلا، دار تكبر، دار تصغر، دار تبقي 3D، شايف الرسم ثلاثي الأبعاد وهكذا، شايف بيتغير لثلاثي الأبعاد وإلى آخره. ده كله ما في شنو الرسومات، بس اللي عندنا الأهم عندنا شنو الـ X label والـ Y label ولون الخط علامة التنصيص دي. هنا بلوت بنعمل شنو علامات تنصيص هنا شكل المنحنى، بس لو داري نعمل معاه خط متصل مع النجوم دي نشوفها حسي اهو. ده الرسم بتاعنا هنا، بقينا شنو عملنا خط متصل مع النجوم الرسمناه دي، شايف بقى خط متصل معاه ويستار بنفس اللون. لو دار تغير اللون تاني للون أزرق لأي لون تيجي تلقى شنو يتغير معاه. ده كله ما في شنو ما في الرسومات.